بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عمر سليم. كنا مع بعض برنامج الداينامو عشان نعمل موديلنج بطريقة مبتكرة ونبرمج حاجات جوه الريفت. دلوقتي لو انا عايز ابدأ ارسم اربع نقط، لازم اقول له انا عايز نقط بوينت، فهقول له انا عايز اربع نقط، 1 2 3 4. طيب عايز اديله بقى موضوع الاكس والواي والزد، فأقول له أنا عايز نمبر، فبيقول له أنا عندي نوعين، نمبر ونمبر سلايدر. نمبر بتكتب الرقم ونمبر سلايدر بتبدأ تحرك السلايدر بشكل دبل. فأنا أقول له لأ، أنا عايز النمبر، كنترول سي كنترول في أكرره وأحطهم هنا. أنا عايز أول نقطة دي تبقى هي الإكس والواي والزد بتاعها بصفر، فأقول له إكس وواي بصفر، مش لازم أدخل له الزد لأن أنا كل شغل دلوقتي هيبقى على 2D. بس لو دخلتها مفيش مشكلة، يعني ممكن أقول له خلي كمان الزد زد زد زد. جميل جدا. طيب تاني نقطة هقول له خليها لي هنا مثلا، خلي النمبر ده مثلا إكس وده واي بالشكل دوت، خلي دي مثلا اكس واي، تمام، خلي دي 15 مثلا عشان يبدأ النقط تظهر. طيب هنا هقول له خلي دي الاكس بتاعها ب15 والواي بتاعها بصفر، تبقى اربع نقط. لو انا عايز اوصل بينهم ممكن اقول له بامر لاين، تمام. يبقى انا لو عايز ارسم نقطة هقول له start point و end point، كده انا اديته نقطتين هرسم بينهم. لو انا عايز ارسم اربعة لاين يبقى لازم استخدم الامر ده اربع مرات، لان انا لو قلت له حط لي start point دي هتمسح دي، فمضطر ان انا اقول له اربع مرات. طيب ممكن يكون الموضوع بسيط، لو اربعة لاين مش فارقة، بس لو انا عندي مثلا 100 لاين او 100 خط عايز اوصلهم ب 100 نقطة هياخد وقت كتير، فممكن استخدم list. الليست دوت بحط المعطيات بتاعتي في ليست، ليست كرييت بالشكل دوت، تمام. خلينا ناخد واحدة كمان عشان ايه نرتب ال اكس والواي. لو انا عايز ارتبهم بشكل شيك شوية، النمبر دول الاتنين دول مع بعض، هقول له من ايديت الاين خليهم مثلا ناحية الليفت، ومن دول برضو اقدر ارتبهم زي ما انا عايز، ودول كشكل جمالي بس شكل ده. واقول له برضو هات لي امر لاين عشان اشوف الشغل بتاعي اول ما يتعمل. دلوقتي هبدا اديله البيانات بتاعتي في الليست. طيب ده هنا عندي عنصر واحد بس، انا عايز اربع عناصر، فهقول له حط لي الايتم بتاعتي بالشكل دوت، وابدا ادخل الاكس والواي. يعني مثلا هنا هياخد معلومة من الناحية دي ومعلومة من الناحية دي، هياخد معلومة من الستارت بوينت ومعلومة من الاند بوينت. فلازم هنا ياخد الصفر هنا، وياخد هنا ايتم صفر هنا، وايتم واحد هياخده مع دوت ويبدا يرسم بيه لاين. يبقى انا عندي كده هترسم اربع لاين، هنشوفها مع بعض ازاي. تمام، هقول له هنا البوينت دوت حطه لي في اول عنصر اللي هو ايتم زيرو. ايتم زيرو ده اللي هو رقم واحد، وحطوه لي هنا في ايتم 3، تمام. طيب تاني نقطة حطوه لي في ايتم 1 وحطوه لي في ايتم 0، بحيث ان الخط ده هيوصل من نقطة 1 لنقطة 2، نقطة 2 نقطة 3، نقطة 3 نقطة 4، وهكذا. البوينت ايتم 2 ايتم 1 ايتم 3 ايتم 2، اهو رسم لي اللاين زي ما انا عايز، رسم لي ال المربع اللي انا عايزه. فهي دي استخدام الليست كرييت، ان انا اقدر ادخل ارقام هو يظبطها الاكس والواي والزد واربطهم كلهم مع بعض في امر اللاين. ده انا دلوقتي عايز ادخل على الليست اشوف ايه الامر اللي عندي اللي موجود في الليست. هلاقي عندي
انا عندي حاجه اسمها جيت ايتم ات اندكس. بمعنى ايه؟ ان انا هقول له انا عايز احدد خط واحد منهم، تمام؟ فهقول له انا عايز هنا خد لي الليسته ديت الاندكس دوت، هديله رقم نمبر، تمام؟ هو انا عندي هنا ده في كذا لستة خطوط، انا عايز مثلا رقم صفر اللي هو اول لاين، فهقول له هنا اندكس، هقول له هنا مثلا 2، تمام؟ يبقى انا لما اعمل سيلكت على دوت هيحدد لي الخط رقم 2. طيب هقول له مثلا 3، تمام؟ انا هنا محدد كله هنا الليست دوت، يبقى انا حددت التالت لاين. ان شاء الله الموضوع هيبان اكتر في الامثله اللي جايه، وده مجرد بس مثال بسيط. الامثله اللي جايه ممكن توضح اكتر لو هو مش واضح المره دي. بنستخدم في الداينامو، بنستخدم في كل حاجه انت ممكن تتخيلها ولقيت الريفت ما بيعملهاش. زي مثلا كان في حد سالني السؤال ده النهارده، فيعني ربنا فتح عليا باجابه بسيطه، ان انا ممكن يكون عندي مبنى 100 دور وبيلف معايا، فانا رسمت اول دور وعايز كل دور اخده كوبي اطلعه واحركه زي مثلا خمس درجات، تك 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 تك، هتقعد تحركه، فانت بتعمل ده وبعد كده كوبي بيست وبعد كده تحرك خمسه وبعد كده تطلع، هياخد منك وقت كتير. انما بالداينامو خلاص انت بتدي له القاعده وهو يفرشهم كلهم مره واحده، تمام؟ وهتبقى القاعده موجوده، ففي اي وقت عدلت تروح قايل له طب خليها 6 درجات، خليها 7 درجات. مثلا من ضمن الحاجات اللي انا عملتها ان انا اغير ارقام الروم للسبيس، بدل ما استخدم التولز واسطبها لقيت دي حلت لي المشكله، في اي وقت بحطه اقول له غير لي النمبر للسبيس. ان انا اصدر كل الجداول الاسكادولات في ثانيه لاكسل كلها، مش واحد واحد وبعد كده اطلعه تكست وبعد كده احوله اكسل. فهو ان شاء الله في كتير، واتمنى ان شاء الله يبقى في تطبيقات كتيره ليه مع بعض باذن الله. أخوكم عمر سليم.